مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. زي ما في حاجات كتير كويسة بتحصل في البلد ودايما بنتكلم عنها، لسه عندنا ملفات وقضايا محتاجة المزيد من المتابعة، يمكن محتاجة المزيد من الرقابة، مزيد من إنفاذ القانون. زي ما صحينا النهاردة الصبح على خبر انهيار عقار في حي الويلي، وكمان يعني وزارة الصحة قالت إن احنا عندنا 6 ضحايا ومصاب واحد في هذا الانهيار. حصيلة الضحايا والمصابين زي ما قلت لحضراتكم في عقار الويلي 6 وفيات ومصاب. وزارة الصحة يعني قالت إنه سقط فجر اليوم هذا العقار في حي الويلي، ويعني كان في تحرك من قبل وزارة الصحة على الفور، ويعني تم رفع الأنقاض وإنقاذ واحد بس من الناس اللي لقت حتفهم في هذا الحادث. حيث أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات صحفية النهاردة أنه تم الدفع ب9 سيارات إسعاف لموقع الحادث ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة. ويعني العقار كائن بحارة حسين شاهين، عقار رقم 1 بتقاطع شارع تور سيناء مع شارع الشيخ أمر في منطقة الظاهر بحي الويلي. كمان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قال إنه تم تشكيل لجنة هندسية علشان يتم فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من هذا الانهيار، مع رفع المخالفات الناتجة عن الحادث بعد انتهاء النيابة العامة من المعين. طيب خلينا نقترب أكتر ونعرف تفاصيل عن اللي حصل النهاردة في الويلي. معانا على التليفون النائبة مرثا محروس، عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك، وعايز أعرف تعليق حضرتك على الحادث وآخر تطورات اللي وصلت لحضرتك عن الحادث. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. في البدايه اسمحي لي ان انا اقدم خالص التعازي لكل اسر يعني ضحايا هذا العقار، وخالص تمنياتنا ل يعني الناجين بالشفاء الكامل ليهم. الحقيقه انه احنا اخر التطورات يمكن ما فيش اكتر من حضرتك يعني تفضلت بيه في المقدمه عن يعني وفيات الـ6 ونجاه اسره واحده تقريبا باعداد متفاوته يعني. وفي النهايه الامر كان متضارب ما بين فكره انه العقار كان قديم قايل للسقوط، او ان هو عقار يعني ليه طراز معماري معين، فبالتالي كان يحتاج الى التنكيس بشكل او باخر او الترميم الى بشكل او كان باخر. كان هناك قرار للتنكيس بالفعل لكن لم ينفذ. بالظبط يا فندم، هي الفكره بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها انه لم ينفذ. لم ينفذ دي هي اللي لازم احنا نقف عندها كثيرا ومرارا من الوقوف، لانه الحقيقه ما ينفعش نلوم على مالك العقار بعدم التنفيذ، ولا نلوم فقط على السكان باستسلامهم لهذا الامر، ولكن انا في النهايه امام يعني طائله قانونيه لابد ان يكون هناك اداه رقابيه يعني من الجهات المنوطه بها، وخاصه في محافظه القاهره او وزاره التنميه المحليه بشكل او باخر، لانه اننا نسيب عقار وفقا لحالات يعني السكان او لظروفهم العامه او الى ظروفهم الاقتصاديه، ده بيمثل خطر كبير عندي. وعلى غرار هذا العقار، يمكن هو العقار مجرد حادث سيمر مرور الكرام فور يعني ساعات قليله بعد يعني انتهاء هذا الحادث، ولكن يبقى عندي نماذج مشابهه كثيره جدا في محافظات الجمهوريه كلها، والحالات دي مقدر لها ان تكون مثل هذا الحادث، او ان ربنا يعني يكتب الخير لسكانه وان يكون يعني عون ليهم انه ما يسكتش عليهم او اي حاجه. لكن في النهايه انا امام خطر كبير لابد ان اقترب بيه، امام تقصير واضح من جهه الجهات الرقابيه في انها تعمل حصر، مع كامل احترامي لكل المحاولات النهائيه بعمل لجنه لحصر الـ يعني العقارات القائله للسقوط، ولكن اعتقد ان هي خطوه. احنا في هذه المنطقه سياده النائبه عندنا عقارات ثانيه في حاجه الى التطوير او التنكيس؟ طبعا يا فندم، انا عندي في المنطقه الشماليه يعني عدد كبير جدا، انا يمكن هتكلم حتى على دائره الامريه والزيتون وسرايا القبه، انا بالفعل تقدمت مثلا مرارا وتكرارا بتقديم مناطق متكامله
تحت مش منطقه مش عقار مناطق متكامله، المناطق باكملها قايله للسقوط تحتاج منا الى تضافر الجهود لانقاذ سكانها بشكل او باخر، ولكن انا اعلم جيدا ان هناك محاولات قد تكون موجوده، ولكن هذه المحاولات نظرا لوطئها الشديد قد تعرض سكانها للخطر، واعتقد ان هذا الحادث هو بمثابه ناقوس خطر يذق لاذهاننا جميعا. صحيح. علينا الانتباه ليها ومحاولتنا لانقاذ ما يمكن انقاذه في المستقبل امامنا. طيب. محاولات حضرتكم جوه المجلس، ايه الخطوات او ايه القوانين؟ احنا عندنا قوانين بالفعل لده، لكن يبقى انفاذ القانون، فدور مجلس النواب في هذا. خليني اقول لحضرتك ان انا تقدمت وفقا للادوات البرلمانيه المتاحه في مجلس النواب ببيان عاجل سيتم مناقشته ان شاء الله يوم الاحد وفقا لاول جلسه منعقده. البيان العاجل ده هو بمثابه ماكوس خطر يدق لكل الاذهان، علينا ان تكون هناك مطالبات واضحه بحصر كامل خلال مده زمنيه معينه واليه ثابته لانقاذ كل القاطني هذه العقارات في كل محافظات الجمهوريه، محاوله منا للانقاذ ومحاوله منا لوجود حلول واقعيه وموضوعيه تناسب هؤلاء السكان. الكل يتضافر حتى المجتمع المدني سنطالب بمشاركته، اما وفقا ل يعني قانون الايجار القديم، واعتقد انه ده ليه يعني دور بشكل او باخر في استسلام بعض الملاك لمعاناه الترميم للعقارات اللي موجود ليها امكانيه الترميم نظرا للحاله الاقتصاديه اللي بنمر بيها دلوقتي وفقا يعني للازمات الاقتصاديه العالميه، وايضا لانه تدني القيمه الايجاريه ما تسمحش للمالك انه يقدر يقوم بترميم عقار مثلا خمس ادوار بدون ان يكون هناك مقابل. لكن خلونا يعني او اسمح لي من خلال المبارك الكريم ان انا مش عايزه ان انا طول الوقت نعول على تاخر القانون بعينه، لكن في النهايه انا عندي وضع راهن، استسلمنا للوضع الراهن. في راي حضرتك كيف يتم التعامل مع هذا الوضع الراهن؟ الوضع الراهن انا اتقدم بشكل شخصي باقتراحات ان يكون في هناك اليه للترميم لمن يرغب من السكان الترميم بمشاركه المالك والسكان قاطني العقار دون ان يكون هناك الزام على المالك بان يكون الترميم من خلاله، لمحاوله منا للانصاف الى ان يتم اصدار قانون يعني ينظم العمليه بشكل كامل ويوفر لكافه المواطنين يعني عمليه ملائمه ليهم في عمليه الترميمات او ما الى ذلك من الامور. لكن الوضع الراهن بيقول عندي ان انا عندي حالات خطر، عندي احتمالات حدوث مشابهه كثيره، وكان قبلها منذ ايام نفس العقار في شبرا لكن ما كانش فيه يعني الحمد لله خسائر، لكن كان عندي حالات مشابهه، عندي في الزيتون والامريه يعني عقارات كثيره بنفس الفكره بس ما كانش فيه برضو يمكن خسائر في الارواح، لكن في النهايه انا امام ظاهره تستحق الدراسه وفقا للوضع الحالي الى ان يتم اصدار قانون مناسب لهذا الامر على الجهات التنفيذيه بشكل او باخر التكاتف ضمنيا لمحاوله انقاذ هذا الوضع حتى نتفادى وقوع اي خسائر في المستقبل. برأي حضرتك يعني المطلوب من ساكني اي عقار محتاج انه يتم تطويره او يتم تنكيسه، وايضا المطلوب من المحافظه والمحليات في مثل هذه الحالات علشان ما تتكررش الكارثه دي وما يبقاش موت وخراب ديار، احنا محتاجين جميعا نتعاون. بالظبط بالظبط يا فندم بالظبط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائبة مارثا محروس عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دلوقتي هسيب حضراتكم مفاصل ونرجع من بعده نكمل الكلام في التاسعة. أهلا بحضراتكم. طبعا احنا كل فتره كده بيحصل انه بيتم تداول بعض الشائعات والناس تفضل تبعتها لبعض على الواتساب، وتلاقي جايه لك رسائل صوتيه على الواتساب تسمعها تلاقي فيها محتوى اعتقد انه بالوقت كلنا اكتشفنا ان المحتوى ده بيطلع غير حقيقي، واخر هذه الشائعات انه في فويس نوت بتتبعت على الواتساب على التليفونات بتتكلم عن تخدير الفتيات في وسائل المواصلات العامه. مجلس الوزراء بدوره حذر من تداول هذه الشائعات وانه الشائعه الخاصه بخطف الفتيات عن طريق مساله التخدير بوغز الدبوس الايام اللي فاتت اللي انتشرت على السوشيال ميديا سواء فيسبوك بقى او جات على الواتساب على التليفون بصيغه كده تحذيريه للناس من وجود محاولات لاختطاف البنات او الاطفال في المواصلات العامه بعد تخديرهم من خلال شكه الدبوس المخدر. طيب الموضوع طبعا انتشر بصوره كبيره لانه الناس بتعتقد انها كده بتفيد بعض لما
تبعتوا لبعض على التليفونات او يعني يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي علشان نحضر بعض. لكن احيانا الموضوع بيعمل نوع من انواع الخوف والذعر ما بين الناس. والنهارده تواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزاره الداخليه اللي نفت الاخبار دي وقالت انه ما عندناش ولا حاله بلاغ مؤكده او صحه لوجود بلاغات عن محاولات اختطاف للبنات في المواصلات العامه او في المترو بطريقه التخدير بوغزه الابره او يعني اللي حصل واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى عندنا هنا سؤال مهم، احنا ليه بنميل ان احنا نصدق الكلام اللي بيتقال على المواقع التواصل الاجتماعي من غير اي نوع من انواع المنطق؟ زي ما بقول لحضراتكم، احنا لو رجعنا بالزمن شويه هنلاقي انه كان بيحصل ده، كان يجي لنا حاجات على التليفونات، تحذير من امراض ما، تحذير من انتشار مرض ما، ويكون مش موجود اصلا وملوش اي حقيقه ومش موجود على ارض الواقع. طيب خلينا نتكلم في موضوع التخدير ده، هو في اصلا ينفع علميا انه حد يتم تخديره بهذه الطريقه بوغزه ابره في مواصلات عامه؟ ده بيحصل ازاي؟ خلونا نعرف اكتر من المتخصصين. دكتور ايمن ثروت، استاذ التخدير بطب جامعه عين شمس، مساء الخير على حضرتك يا دكتور ايمن. وعايز اعرف من حضرتك، هو ده علميا ممكن يحدث انه يتم تخدير سواء شاب او فتاه بوغزه ابره في المواصلات العامه؟ مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدين حضرتك. اهلا بيك يا فندم، برحب بيكي. وموضوع مهم جدا الحقيقه، لانه اثرت الجدل الفتره اللي فاتت. الاجابه على سؤال حضرتك يعني اللي هو حد يتشك شكه سريعه تحت الجلد وبعدين يحصل ان هو يتخدر في ظرف دقيقه او دقيقتين، انا باكد حضرتك ان ده حاجه مش موجوده علميا وباي حال من الاحوال، يعني ليس هناك اي نوع من انواع الشك ان ممكن حد ياخد شكه بسيطه وفي خلال دقيقه او دقيقتين يفقد الوعي. طب نوضح للناس الفرق، يعني التخدير بيتم ازاي؟ التخدير عموما بيبقى في الوريد، ده في الغالب يعني في الغالب الاعظم يعني اللي هو بيبقى في الوريد. فعشان انا اكون قاعد جنبي حد في المواصله عامه او قاعد جنبي حد في حفله او في حاجه زحمه وانا احاول اخدره، فانا كراجل متخصص لازم احاول ان انا اجيب الوريد الاول. لو عرفت اجيب الوريد ده بياخد مني دقائق كراجل متخصص، حد حتى مهما كان حد متدرب صعب جدا استحاله ان هو يحقن حد قاعد جنبه في الوريد، فهيحقنها تحت الجلد. فالوريد ده التخدير اللي هو بنعمله في العمليات وكده، ده غالبا بيبقى بالوريد او في العضه. طب لما نقول ان هو ممكن، بعض الناس كانت بتسالني برضو هل ممكن يكون في تخدير عن طريق العضل؟ ممكن في تخدير عن طريق العضل، ان حد يحقن حد مثلا في كتافه من ورا، ولكن برضو العضل ده مش هيبقى في خلال دقيقه دقيقتين هفقد الوعي. وقته اكبر من كده وجرعته اعتقد كمان جرعه كبيره، مش مجرد شكه يا فندم، الموضوع بيوصل لحاجه 5 سم حقنه، 5 سم 10 سم، وبتديني تاثير بعديها ب 45 دقيقه بساعه. فالموضوع مختلف تماما، الموضوع مختلف يعني عشان يعني حد يكون قاعد جنب حد في مواصله عامه او في حاجه في ازدحام بتاخد لها اتليست مثلا يعني 45 دقيقه عشان يبتدي يجيب تاثير كويس. فالموضوع مش بهذه السهوله ان انا اكون قاعد جنب حد واشك شكه وبعدين ما الحقش حتى يقول اللي حواليك، اقول اللي حواليك بسرعه عشان انت ممكن تفقد الوعي. لا، هو في 45 دقيقه دي هيكون قال انا اتشكيت وقال انا اتحقنت في العضل وقال انا في حاجه جامده بتوجعني في العضل ويكلم الناس، وبعد نص ساعه 45 دقيقه ممكن يبتدي يبقى في تاثير. هو عمليا الكلام ده غير منطقي تماما ان هو يكون في حد بيخطف حد او بيخدره عن طريق العضل. صحيح. ده مش طيب، ده مش وارد. يعني ده غير وارد علميا يا دكتور انه يحصل؟ غير وارد علميا ولا منطقيا، لان بوحك دي شغلتنا احنا فاهمينها. لازم يجيب الوريد، وعشان يجيب الوريد ده هياخد له دقائق ويبقى عنده مهاره خاصه، وبعدين يحقن من 5 ل 10 ل 20 مللي، فمش هت يعني مش هيوصل ابدا ان هو يخدره او ينيمه بالسرعه دي وبالمهاره دي. او يا دكتور التخدير بطريقه اللي هو يحطوا مثلا ماده معينه ريحتها وحشه على منديل، لكن ده هيشوفوه في وسائل المواصلات، يعني الناس اللي حواليه هيشوفوه اكيد. برضه يا فندم ده يعني الناس كتير قوي برضه كانت قبل كده بتسال الموضوع ده، ده لازم يعني يبقى لمده من دقيقتين لثلاثه يستنشق هذا العقار بصوره مستمره عشان يبتدي يفقد الوعي. فعشان انا اعمل كده وانا قاعد في وسط ناس
ده لا، لازم اخد الراجل ده او اخد الضحيه دي في مكان مقفول وابتدي وحد يكتفها وابتدي اشممها حاجه عشان تفقد الوعي، انما حد قاعد جنبي كده افق اروح يعني بكل تاكيد يا دكتور صعب جدا يحصل في المواصلات العامه. علميا ومنطقيا ده كلام عاري من الصحه، وانا حققت برضو من بعض زملائي هل في بلاغات، هل في حاجه. هو الكثير من الناس طبعا في بلاغات كلها كيديه، كلها حاجات مش مظبوطه، بيكتشفوا في الاخر وبيحللوا للناس بيلاقوا ان ما فيش حاجه موجوده اساسا، او ما فيش حاجه في دمهم، او ما فيش حاجه في التحليلات بتاعتهم، بتكون حالات كلها نفسيه او مشاكل او سبب. صحيح دكتور ايمن ثروت استاذ التخدير بطب جامعه عين شمس، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. يبقى بس ان احنا اعتقد نكون ايجابيين اكتر، لو شفنا حاجه حوالينا بتحصل مش مظبوطه نتدخل ونحاول ان احنا يعني نساعد في حل هذه المشكله، ونطمن لانه مفيش حاجه اسمها تخدير بوغز الابر في المواصلات العامه، ده يعني صعب جدا يحصل. كل الجهات المسؤوله بتقول انه ما تمش الابلاغ عن حالات بهذا الشكل، فنطمن انه ما فيش حاجه اسمها كده. التخدير عن طريق الوريد او حتى عن طريق العضل بيتم بوقت اكبر من انه في دقيقتين تلاقي حد يعني وقع متخدر وفي مواصلات عامه، يعني صعب قوي يكون ده بيحصل او هيحصل. فنطمن وان شاء الله خير، ونبطل يعني نمشي ورا الاشاعات اللي بتيجي على الواتساب، لانه زي ما قلت لكم قبل كده مفيش حاجه فيهم اتبعتت قبل كده وطلعت صح. دلوقتي هسيب حضراتكم مفاصل ونرجع من بعده نكمل فقره التسعه. اهلا بحضراتكم. احمد محمد ثروت طرح اول اغنياته وجودك فرق، يعني وطرحها يمكن اول مره سمعناها كانت في خطوبته. طرح نجل الفنان محمد ثروت اول اغانيه بعنوان وجودك فرق على قناته الرسميه كمان في موقع يوتيوب، ونزلت على كمان تطبيق انغامي وعدد من منصات الاغاني المختلفه. زي ما انتم عارفين احمد بدا مسيرته كمخرج، ومن الأغاني اللي يمكن لفتت نظر الجميع الأغنية اللي أخرجها لوالده الفنان محمد ثروت نزلت في عيد الحب، كانت بعنوان يا مستعجل فراقي، والحقيقة يعني كانت مفاجأة لكل الناس، ويعني عودة قوية جدا للفنان محمد ثروت، والأغنية الناس تعلقت بيها وكانت يعني دايما شغالة في كل حتة. نزلت في عيد الحب اللي فات والناس كانت بترددها في كل حتة. وخلينا نرحب بأحمد محمد ثروت ونبارك له على الأغنية الجميلة دي، وكمان نبارك لك على الخطوبة، ونبارك للمى الشواربي نجمة منتخب مصر بكرة اليد ونجمة النادي الأهلي أيضا. مساء الخير يا أحمد وألف ألف مبروك. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، وعايزاك تقولي بقى الأغنية وجودك فرق دي للمى وانت غنتها لها في الخطوبة. ده حقيقي برضو بنقدم السبت يعني عارف. لازم تقدم السبت. ده حقيقي. والله هو الموضوع جه كان دفع من بابا الاول، واحنا من وقت انتاج مستعجل فراقي انتجتها واخرجتها، كنت شغاله على الالبوم بتاع بابا. فابتدت تيجي اغاني قدامي كده عارفه تحسي ان هي مستفزه للغنى، عايز فحسيت ان شاء الله ممكن يبقى في لو سعيت اكتر ان انا اقدم نفس برضو الـ هنقول الستاندرد او البنش مارك اللي الوالد عودنا عليها، يعني عشان انا برضو عايز اقدم حاجه تبقى نوعا ما هادف. اغنيه رومانسيه يا احمد وسط ما الناس كلها بتغني مهرجانات وبتغني الوان مختلفه، ومع ذلك ما شاء الله الاغنيه ناجحه. بصي اقول لحضرتك على حاجه، انا بقالي 11 سنه تقريبا في الانتاج، دي اول مره اشوف تايتل مطرب جنبي فمخدود. هي الفكره في الانتاج ايه؟ قدمي الحلو، الوحش هيندس. يعني احنا مش جايين ننظر على بعض، اللي حاسس حاجه يعمل. هي اذواق بالظبط. فالحمد لله توفقنا في فيديو الخطوبه، انا ما كنتش هنزل الاغنيه، بعد كده لقيتها جايبه اكتر من 6 مليون فيو في بيجز مختلفه وحاجات على السوشيال ميديا، الدقيقه اللي اتسربت منها دي من الخطوبه، فقلنا يلا ننزلها بقى. فالحمد لله انا مخدود على نفسي ان هي دلوقتي في اقل من 24 ساعه قافله 250,000. طب انا كمان يا احمد عايزه طبعا اهم واحد اسال عن رد فعله على الاغنيه الفنان الكبير محمد ثروت. والله بص اقول لك على حاجه، ده الدعم الرئيسي في حياتي كلها، يعني مش عشان هو ابويا بس، دايما اللي هو انزل يا ابني روح اعمل كذا، روح غني، انت مكانك مش في الاخراج، روح غني. اقول له يا بابا بس سيبني. هو بس كان دايما بيقول لك ان صوتك حلو ولازم تغني.
يا رب. هي دي حاجه ترجع للناس، القبول دي حاجه بتاعت الناس وربنا سبحانه وتعالى يعني. وانت ناوي على ايه بقى؟ تكمل اخراج وانتاج ولا ناوي تركز في موضوع الغنى ده اكتر؟ والله اقول لحضرتك حاجه، انا الالبوم كله ان شاء الله نازل تباعا ورا بعض. ده في البوم يعني. ان شاء الله 12 اغنيه من انتاجي برضو، وفي الاهم بقى الالبوم بتاع بابا ان شاء الله يعني. طيب انا عايز اعرف كمان اكتر عن الالبوم بتاعك، لو تقول لنا بقى يعني شكل الاغاني عامل ازاي، متعاون مع مين في الالبوم؟ والله في اتنين، انا احب طبعا احيي الاول الملحن عمرو الشاذلي اخويا وصديقي، هو اللي عمل وجودك فرق، والشاعر برضو نفس الكلام حسام سعيد، والموزع محمد ياسر. بقيت بقى انا عندي اغنيه برضو ثانيه مع عمرو اسمها انا فرصه عمرك. ومع طبعا اخويا مديان عندنا ثلاث اغاني مع بعض، وطبعا محمد عبية والشاعر احمد المالكي، وطبعا الاسطوره بقى محمد رحيم يعني اخويا الحبيب. قعدتوا قد ايه تحضروا للالبوم؟ اولموست سنه يعني. بنتكلم على دخول سنه عشان نقدر نوصل بمزيكا، في حاجات موسيقيه اتعملت في مصر وفي حاجات اتعملت خارج مصر، لان الطابع برضو هنغني الوان كتير، فان شاء الله يعني ايه ربنا يوفق يا احمد. ربنا يوفقك طبعا يا احمد، وعايزه كمان استغل وجودك معايا واعرف ايه الجديد في البوم الفنان محمد ثروت اللي جاي. والله ان شاء الله انتظروا في العيد اللي جاي اغنيه جميله جدا، كلمات احمد المالكي والحان محمد عبايه اسمها هنسيب لمين الغنى. انتاجي برضو، يعني ان شاء الله نرجع بلون جديد كده للاستاذ يعني. يعني بتمتعونا دايما احمد محمد ثروت، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وتحياتنا طبعا للفنان الكبير محمد ثروت على الموهبه الكبيره اللي هو جابها لنا دي. طيب هنروح مع حضراتكم طبعا لموضوع تاني مهم كل المصريين مستنيينه، ويمكن كلنا امل انه الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك يصالح جماهير الكوره المصريه ويفتح نفسهم كده على الكوره، ويبقى الاهلي والزمالك لما بيكون في ماتش اهلي وزمالك الموضوع بيبقى مختلف. كوره في مصر اهلي وزمالك، ويمكن الاهلي والزمالك مش ماتش مصري بس، العالم العربي كله بيتابع الاهلي والزمالك، من اهم 10 دربيات في العالم. فعندنا بعد بكره يعني ماتش مهم بين الاهلي والزمالك في الدوري، دي قمه رقم 124 بين الاهلي والزمالك، وكل جماهير الكوره المصريه والعربيه مستنيه يوم الاحد اللي جاي علشان تستمتع بمباراه قمه بين النادي الاهلي والزمالك. والفريقين دخلوا معسكر مغلق استعدادا لهذه المباراه اللي يعني ممكن بشكل كبير تحسم المنافسه على لقب الدوري. خلونا نعرف تفاصيل اكتر مع حضراتكم عن استعدادات الاهلي والزمالك للمباراه القادمه. معانا على التليفون الناقد الرياضي احمد الهواري. مساء الخير عليك يا احمد، ولو تقول لنا اخر الاستعدادات في معسكر الفريقين، ويمكن عندنا غيابات هنا وغيابات هنا وتغيير في المدير الفني للنادي الاهلي، ازاي ده هيأثر على الفريقين؟ استاذ هدير برحب بحضرتك، تحياتي ليكي وتحياتي لكل المشاهدين في كل مكان. اهلا بيك يا احمد. اهلا بحضرتك، زي ما اكيد ما حضرتك ذكرت كده الغيابات بتضرب الناديين تحديدا كمان نادي الزمالك. خلينا نبدا بالاهلي بما انه صاحب الارض والملعب، يعني النادي الاهلي انتظم في معسكره بالامس وتدرب اليوم على ملعبه بمقر النادي في الجزيره، بكره كمان هيكون التدريب الاخير للنادي الاهلي على ملعبه بالتتش. في المقابل الزمالك برضه فضل ان هو يدخل المعسكر بكره، الاهلي بدا معسكره مبكرا النهارده، نادي الزمالك فضل ان هو يكون المعسكر زي اي مباراه قبل المباراه ب 24 ساعه فقط. خلينا نطمن كده الجمهورين على الفريق، الاهلي بشكل كبير خلاص استعاد محمود متولي، علي معلول هيكون متواجد، ديانج، كل اللعيبه دي هتكون متواجده، اللي تاكد غيابه خلاص هو محمد عبد المنعم للاصابه، لكن الناحيه الثانيه في القلعه البيضاء الزمالك بيعاني من غيابات عديده جدا، خلاص محمود علاء ايقاف، برضه في بعض الاصابات طارق حامد. طارق حامد كده كده بقى له فتره غايب لان هو متواجد في اسبانيا للعلاج للتاهيل، وهيرجع بكره او بعد بكره على الاكثر يعني من اسبانيا، لكن بنسبه كبيره خلاص هو يعني مش المباراه دي بس، هو يعني ثلاث اربع مباريات جايين لان هيرجع يستكمل برنامجه التاهيلي هنا في القاهره.
الغيابات في نادي الزمالك هي محمد ابو جبل بنسبه كبيره هيكون خارج المباراه لانه جاي من معسكر المنتخب الوطني بيعاني من اصابه بشد في العضله الضمه. هيكون بيعوض غيابه محمد عواد اللي قريب جدا من المشاركه كاساسي، يعني حتى لو انضم محمد ابو جبل للقائمه بكره مش هيكون بادئ المباراه. من الناحيه الثانيه خط الدفاع في الزمالك بيعاني من غيابات عديده. محمد عبد الغني كان تعرض لاصابه في مباراه الكاس امام الداخليه، لكن اللاعب هيشارك رغم ان هو لم يكتمل شفائه ورغم الاصابه اللي بيعاني منها. هو عقد الجهاز الفني عقد مع اللاعب جلسه وقال له فكره المشاركه هي بتاعتك، فاللاعب قال لهم لا انا خلاص هشارك وهتحامل على نفسي واشارك. الونش بيعاني من شد في الضمه لكن برضه هيشارك وده اللي هيمثل احمد فتوح غياب لاحمد فتوح. بنسبه كبيره خلاص هو احمد فتوح كان بيعاني من كورونا وكان تعرض. برايك مين يكون مكان احمد فتوح؟ خلاص هو ممكن يكون عبد الشافي، لكن لو مستر فريرا المدير الفني لنادي الزمالك هيفكر ان هو يلعب ب ثلاث لعيبه في الخط الخلفي هيدخل عبد الشافي مع الثنائي في الخط الخلفي عبد الغني والونش، هيكون الباك ليفت عبد الله جمعه، لكن لو هيكون حسام عبد المجيد هو اللاعب الثالث هيكون عبد الشافي هو اللي بيعوض غياب احمد فتوح. فكره الظهير الايمن لسه ما تحددتش مين اللي ممكن يكون متواجد لان الزمالك بيعاني من اصابه الثنائي حازم امام وحمزه المسلوسي، قد يستعيد حمزه المسلوسي في تلك المباراه لكن الجهاز الفني لم يقف على اللاعب اللي هيشارك كظهير ايمن. بخط الوسط خط الهجوم ما فيش اي خلاف، في النادي الاهلي لو نتكلم الاستعاده كبيره لكل اللاعبين الدوليين خلاص، حمدي فتحي تاكدت جاهزيته، ديانج كمان هيكون موجود. الجهاز الفني بقياده المدير الفني المؤقت كابتن سامي قمصان هيستعيد. بذكر كابتن سامي قمصان اللي حصل قدام ايسترن كومباني، حضرتك شايف انه ده ممكن يوضح طريقه لعبه لفيريرا؟ هل لو احنا في حاله فوز النادي الاهلي هل ممكن يكون في استمرار لسامي قمصان لبقيه الموسم؟ لا، فكره استمرار كابتن سامي قمصان لنهايه الموسم غير مطروحه خالص على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، خاصه ان النادي الاهلي نقدر نقول استقر على القائمه المختصره للمديرين الفنيين المرشحين، بنتكلم على البرتغالي روي فيتوريا، بنتكلم على يعني بريرا المدرب السابق لنادي الفتح السعودي، رودي جارسيا، الثلاثه دول هم القائمه المختصره اللي النادي الاهلي دلوقتي هيختار منها المدير الفني اللي هيتولى المهمه. فكره استمرار كابتن سامي قمصان حتى لو حقق الفوز على نادي الزمالك غير مطروحه تماما. كابتن سامي قمصان هيكون موجود مع المدير الفني الاجنبي كمدرب عام. من كلام حضرتك كده لا، هو كابتن سامي قمصان ما نقدرش نقول انه دلوقتي طريقه لعبه معروف لنادي الزمالك ومستر بريرا، خاصة ان الماتشين اللي فاتوا كان غايب عدد كبير من اللعيبه الدوليين، فده اول ماتش باللعيبه الدوليين مع الكابتن سامي قمصان، هيقدر ان هو كمان يبقى عنده لعيبه يقدر يغير مراكزها. هنشوف رامي ربيعه ممكن يستمر، هيدخل جنبه ياسر ابراهيم، معلول راجع، هاني هيرجع تاني باك رايت بعد ما كان بيلعب في كاسير دي باك جنب رامي ربيعه. خط النص هيتغير تماما بتواجد السوليه وحمدي فتحي وديانج، فيعني الخطه هتكون مختلفه تماما عن الماتشين اللي فاتوا للنادي الاهلي، سواء مباراه الكاس اللي واجه فيها المصري بالسلوك او المباراه الاخرى اللي كانت بالدوري مباراه ايستر كمان. هي اكيد مباراه صعبه لكن مباراه هامه جدا للفريقين نظرا لان الارقام قريبه جدا او الترتيب قريب جدا في المنافسه مشتعله على صدارة الدوري، بنتكلم ان فرق النقط بين الزمالك والاهلي 4 نقط لصالح الزمالك مع وجود 3 مباريات مؤجله لسه للنادي الاهلي. طيب هل في حديث عن مكافآت خاصه مثلا في مجلس اداره نادي الزمالك في حاله الفوز؟ هو النهارده كان في جلسه عقدها رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين، بلغهم فيها ان تم صرف كل المستحقات المتاخره مبلغ 25 مليون جنيه لكافه اللاعبين. يعني نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك بيحاول يحفز اللعيبه لان زي ما قلت لحضرتك المباراه هامه جدا في الزمالك يحافظ على صدارته لجدول الترتيب ويحاول ان هو يقلل فرق النقط مع النادي الاهلي. الناحيه الثانيه برضه النادي الاهلي هيكون في جلسه من كابتن محمود الخطيب مع لعيب النادي الاهلي يعني اللي حفزهم على ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا ويقدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي الزمالك، لان طبعا هي مباراه اعتقد هتحدد وهتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه على بطوله الدوري. طيب انت متفائل بالاداء في الماتش اللي جاي بعد الاداء اللي يمكن يعني خلينا كلنا ما نتبسطش الفتره اللي فاتت، متفائل ان احنا نشوف كوره حلوه ولعب حلو في الماتش اللي جاي يوم الاحد؟ اعتقد ان احنا هنشوف مباراه كبيره من الفريقين لان كل فريق اللعيبه نفسهم عندهم حافز سواء هنا او هنا، بتكلم مع اللعيبه هنا او اللعيبه هنا،
هما الفريقين عندهم حافز ان هما يحققوا الفوز، لان دايما هي مباراه القمه بتمثل بطوله خاصه. يعني شفنا مباراه الدور الاول اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 5-3، فكانت مباراه بمثابه بطوله، ان انت كمان في مباراه القمه تقدر تسجل العدد الكبير ده من الاهداف. هي حافز للفريقين ان لعيبه النادي الاهلي عايزين يحققوا الفوز عشان يبقوا قدروا ان هم يفوزوا بالقمه في الدور الاول وفي الدور الثاني، وفي نفس الوقت لعيبه نادي الزمالك شايفين ان هي ثأر او رد اعتبار بعد الخساره في الدور الاول. فاتوقع انها تكون مباراه مليئه بالاهداف، هتكون مباراه مثيره، لان الفريقين حابين ان هم يحققوا الفوز، وحابين كمان ان هم يكون مباراه القمه دي مفتاح الفوز ببطوله الدوري. طيب احمد، كمان بتشوف ازاي متابعه الناس بره مصر للماتشات بين الاهلي والزمالك؟ لا، هي دايما مباراه القمه والديربي يعني بين الاهلي والزمالك، يعني مش بس في البلدان العربيه او في الوطن العربي، لا، احنا في البلاد الافريقيه كمان بنشوف جماهير كبيره بتشجع الزمالك، بنشوف جماهير كتير جدا بيشجعوا النادي الاهلي. فهي مباراه دايما مش بس في مصر، لا، ولا في الوطن العربي، كمان في البلاد الافريقيه بتحظى بنسبه متابعه كبيره جدا. واحنا شفنا كمان ان السوبر سواء الموسم الماضي او الموسم الحالي هيكون في دوله الامارات، بنشوف كمان مش الجاليات المصريه هناك بس اللي بيتابعوه، لا، ده من كل البلاد ومن كل الجنسيات بيحاولوا هم كمان يكونوا موجودين في الملعب لمشاهده مباراه زي ديت لما بتقام في دوله الامارات. صحيح. الناقد الرياضي احمد الهواري، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. يعني ان شاء الله مباراه حماسيه تسعد الجماهير ويعني تسعد عشاق الكره المصرية. دلوقتي مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد ونكمل الكلام، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم. النهاردة عشاء دولة التلاوة المصرية بيحيوا ذكرى ميلاد الشيخ مصطفى اسماعيل مقرئ الملوك والرؤساء. زي النهارده 17 يونيو 1905 اتولد واحد من عظماء التلاوه في مصر، الشيخ مصطفى اسماعيل المعروف بألقاب كتير يمكن منها مقرئ الملوك والرؤساء. وولد الشيخ مصطفى اسماعيل في قريه صغيره بمحافظه الغربيه اسمها ميد غزال، بينها يمكن وبين مدينه طنطا 6 كيلو. من أهم يعني الشيوخ اللي علموه في هذه القرية، يعني 4 من أهم مشايخ القرية قاموا بتعليمه للقرآن وحفظ وتجويد، وفضل يتعلم لحد ما تعلم القراءات السبع للقرآن وهو عمره 12 سنة. الشيخ مصطفى اسماعيل كمان حصل على ألقاب كتيرة، منها مقرئ الملوك ومقرئ الغلابة والفقراء وقارئ مصر الأول والمهندس. قال عنه الموسيقيين ان هو اللي اسس دوله التلاوه ووضع ليها استراتيجيات. كان ليها يعني علاقه قويه برؤساء السابقين لمصر، زعيم جمال عبد الناصر ورئيس محمد انور السادات، وتم تكريمه من قبلهم. وكمان كان ليه بتربطه علاقه قويه بنجمه الشرق وكوكب الشرق السيده ام كلثوم والموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب. ويعني يمكن من اكتر الحاجات اللي كانت بتحبب الناس في الشيخ مصطفى اسماعيل مساله القراءه بالمقامات الموسيقيه والتمكن من هذه المقامات ومن جواباتها ومن جوابات الجوابات كمان، فده اللي كان بيعلق الناس بصوته بشكل كبير جدا، ويعني بيخلي صوته مميز ومدرسه لوحده في قراءة القرآن الكريم. خلينا نحتفل بذكرى ميلاده، ومعانا دلوقتي الأستاذ علاء حفيد فضيلة الشيخ النهاردة، وإحنا بنحيي ذكرى ميلاده. الأستاذ علاء حسني، مساء الخير عليك. وبداية، أكتر حاجة فاكرها ومحتفظ بيها في حياتك وبتعلمها لأولادك من يعني ذكرياتك مع جدك الشيخ مصطفى إسماعيل؟ اهلا استاذ هدير. اهلا بحضرتك. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا والدي توفى وانا صغير جدا، كان عندي سنتين. وجدي هو اللي رباني، فهو كان مثل ابي بالظبط، وعشت معاه 20 سنه. فانا طلعت سميع من وانا طفل صغير، وكنت غاوي ان انا اجمع التسجيلات واروح معاه الليالي واسمعه، واروح معاه صلاه الجمعه في الازهر اسمعه وكده.
فاصبحت يعني حامل للتراث بتاعه وجامع له من كل مكان ممكن اقدر اجيب التراث. انا عندي تسجيلات يعني تفوق ال 2000 ساعه. حضرتك انت عارفه انا نفسي في ايه؟ انا نفسي لو عندي اذاعه قران كريم خاصه بيا، انا مستعد اذيع 3 أشهر متصله قراءه غير مكرره. صحيح، ويمكن إذاعة القرآن الكريم دايما بيكون فيه تلاوات للشيخ مصطفى إسماعيل. ما احنا عندنا يعني زي ما تقولي بيدوله مثلا كل يوم نص ساعة كده ولا حاجة، إنما بقولك عندي أكثر من 3000 ساعة. فأنا أتمنى إن احنا نسمع الناس، لأن الشيخ مصطفى السميعة بتوعه، السميعة مش المستمعين، السميعة بتوعه يفوق 200-300 مليون واحد على مستوى العالم الإسلامي. فأنا أتمنى من الله إن التسجيلات اللي عندنا دي يشوف النور، وفي تسجيلات في الإذاعة مرئية وصوتية، وأتمنى أن الحاجات دي كلها تشوف النور، والأذان بتاعه يرجع تاني يذاع في القناة الأولى لأنه ما بيذاعش بقى له مدة، وشيخ رفعت وشيخ عبد الباسط والجماعة اللي كويسين دول. طيب عايزة كمان أتكلم معاك، أنت لسه كنت بتتكلم على أنه الناس بره كانت بتحب الشيخ مصطفى إسماعيل جدا، وهو كان بيسافر كتير والناس كانت بتستقبله استقبال كبير، ويمكن حتى ده مش بس في الدول العربية، حتى في الدول الغربية تم استقباله في فرنسا في الكاتدرائية الكبرى. احكي لنا عن ده أكتر. والله بصي، هو يعني الشيخ مصطفى كان موهبة يعني من عبقريات مصر تقريبا غير مكررة، بمعنى ان هذا الرجل كان عندما يقرا امام اي مجموعه من الناس كان بالنسبه لهم ده بيبقى نمره واحد على طول وما يسمعوش غيره تاني. الكبار الموسيقيين والعلماء في مصر، علماء القران، علماء التجويد والقراءات، وعلماء المقامات الموسيقيه كموسيقى، كانوا عندما يستمعوا للشيخ مصطفى اسماعيل لاول مره يعتبروا ان هذه عبقريه وموهبه فريده من نوعها. صحيح. فلما كان بيسافر، لما كان طبعا هو كان بيقرا رمضان عند قصر الملك فاروق لمده حوالي 9 سنوات قبل ما الملك يترك مصر، فكان مش بيسافر في رمضان بره. بعد ما عايز اعرف من حضرتك الاول، وصلنا ازاي للمرحله دي القراءه في يعني القصر الملكي؟ هقول لك حاجه سريعا كده، هو وهو عنده 20 سنه قرا في ميتم باشا كبير في طنطا. الراجل دوت اتوفى في اسطنبول، كان مريض وبيعمل عمليه، اتوفى في اسطنبول، وعقبال ما جيب المركب للاسكندريه لطنطا كان الموضوع خد له 3 ايام. فمصر كلها عرفت بالايه؟ بالعزا، والعزا زمان كان 3 ايام. فكان الشيخ مصطفى دوت قرا ال3 ايام مع جميع مقرئين الكبار في مصر، وجميع وفود مصر راحت عزت سمعوا الشيخ مصطفى. احنا ربنا جمع له كل مصر عشان تروح تسمعه هناك. من هذه الليله اتشهر وبقى مقرئ مشهور وحيد في الوجه البحري وفي الصعيد. وبعد كده لما نزل مصر قرأ الشيخ درويش الحريري من كبراء المنشدين في مصر، وكان هو اللي بيجيز الاصوات الجديده. لما سمعوا في ليله قام ما استحملش، قام قال للناس اسمعوا يا اهل مصر، هذا رجل يكفي انه ما بيقلدش حد، ويكفي ان هو له نظام جديد، واقرأ يا ابني الله يفتح عليك. لما راح الرابطه بتاعت القران بتاعت رابطه تضامن القراء، الراجل الشيخ محمد الصيفي لما سمعه هو انضم لهذه الرابطه بالصدفه. كان عند ترزي الهدوم بتاعه اعتقد، وهو اللي قال له ان في رابطه. برافو عليكي. المهم راح البتاع اخده، قال له احنا هنذيع في سيدنا الحسين في الاذاعه بعد كام يوم. المهم خده وقرا، بمجرد ما قرا الخاصة الملكية والملك فاروق سمعوه، قالوا مين دوت وإيه الطريقة ديت، هاتوه، جابوه وعملوا معاه عقد. قرأ أول حاجة، قرأ الذكرى السنوية بتاعت الملك فؤاد، وبعدين قرأ ال40 بتاع شاه إيران كان توفى في الوقت ده، وبعد كده سهر رمضان عند الملك لمدة 9 سنوات، وبعد كده ابتدى يسافر بره مصر بقى. فطبعا الأتراك انبهروا بيه، السوريين انبهروا بيه، اللبنانيين انبهروا بيه، العراقيين، يعني كل الطوائف الاسلاميه حتى في البلاد اللي ما تعرفش عربي زي مثلا ماليزيا والحته دي انبهروا بيه انبهار لدرجه ان كل المقرئين الجداد اللي هناك بيقلدوه. صحيح. فهو يعني مدرسه، يعني زي ما تقولي ايه، مقرئ مؤثر في الاخرين. وطبعا انا كلامي مجروح عشان هو جدي، ولكن انا سميع كبير جدا يعني.
لا هو بكل تأكيد يعني صوت الشيخ مصطفى اسماعيل وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله كده جسر لقلوب الناس. عندك حقيقة، عندك حق 100%. يعني في موسيقيين كبار في الـ في الـ في تركيا وفي الشام بينزلوا في على اليوتيوب لغاية النهارده تحليلات لصوته وبيكلموا كلام على انه هو يعني بطل العالم في مش في تلاوة القرآن بس، لا في استخدامه للمقامات. صحيح، لان المقامات الموسيقية 8 مقامات، وبعد كل كده كل مقام له فروع وله اجناس وله ترتيبات وله حاجات زي كده بيوصل ل 80 90. فهذا الرجل استطاع ان هو يتمكن من جميع المقامات كامله باجناسها بفروعها، لدرجه ان انا بقول لك عندي 3000 ساعه تسجيل، ما فيش ساعه زي الثانيه. يعني هو بيقرا بابداع غير عادي وبطريقه مستمره، كل ما بيطلع على الدكه يقرا بيقرا حاجه جديده ما قالهاش قبل كده. هو كمان شيخ مصطفى اسماعيل كان مهتم بمساله هو بيلبس ازاي، ويمكن اعتقد انه من اوائل الشيوخ اللي لبسوا ساعه اليد. دي حقيقه. بصي بصي العبقريات الكبيره تبص تلاقي هم يعني عندهم ذوق رفيع، يعني يروا الجمال في كل شيء، ويروا لما يسمعوا حاجه حلوه يتبسطوا، لما يشوفوا حاجه حلوه يتبسطوا. فهو كان شيك في نفسه، بيلبس ملابس نظيفه. الترزي اللي انت قلتي لي كان عنده بالصدفه، ده الترزي دوت من اشهر الترزيه في مصر للملابس اللي هي الجبه والكاكولا والقفطان، وكان ليه لفه معينه للعمامه بشكل معين. ايوه صحيح، هو كان فريد من نوعه كده. هو اول واحد لبس ساعه في ايده، اول واحد كان عنده عربيه بسواق، اول واحد سكن في الزمالك او جه سكن في الحتة اللي هي يعني ايه اللي هي هاديه شويه كده. علاقته بالرؤساء كمان تم تكريمه من قبل الزعيم جمال عبد الناصر ورئيس انور السادات، يمكن حتى كان بيقوم بتقليده شويه واخده معاه للقدس. الله، والله ده انت عارفه حاجات كتير قوي. بصي هو الشيخ الرئيس جمال عبد الناصر كرمه سنه 65 في عيد العلم واداله وسام الجمهوريه، وده كان اول وسام يعني في مصر يعطى لمقرئ قران او لشيخ ازهري بصفه عامه يعني. صحيح. وقبل كده يعني في الشام بقى في الخمسينيات كرموه في لبنان، وكرموه في وسام الارض في لبنان بدرجه كوماندوز، وفي سوريا وفي السعوديه وفي الكويت، لا كرموه تكريمات كتيره جدا. وبعد كده يستحق هذا طبعا واكثر. الشيخ مصطفى اسماعيل يعني احد كنوز مصر واحد يعني القوى الكبيره في مصر، ودايما صوته يفضل عايش معانا، قراءاته الرائعة الفريدة من نوعها تفضل عايشة معانا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ علاء حسني حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ الملوك والرؤساء، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. دلوقتي مشاهدينا هسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا يعني من اكثر الموضوعات اللي يمكن بقت بتهم كل الاسر المصريه، لانه هي بقت مشكله قائمه في كتير من الاسر المصريه، مساله ارتفاع نسبه الطلاق. ليه بيحصل الطلاق وخصوصا في اللي يمكن الشهور الاولى من الجواز لحد السنه الاولى من الجواز بقينا نشوف نسب طلاق كبيره، يمكن سوء اختيار، يمكن عدم تكافؤ، يمكن قله خبره، يمكن تدخل من الأسرتين بشكل غير مقبول وغير مبرر وبشكل بيضر بنسبة كبيرة. الحقيقة كل دي أسباب، لكن الحقيقة الأكيدة أن احنا في حاجة للتعريف أكتر بإيه هو الهدف من الجواز، وإيه هو المسؤولية، هي المسؤوليات والتحديات اللي موجودة في الجواز ده، وإزاي يتم التعامل معاها على المستوى النفسي وعلى المستوى الأسري. إزاي الأسر تربي شاب وفتاة قادرين إنهم يفتحوا بيوت، وإزاي هم نفسهم يتم تأهيلهم علشان يقدروا يتجوزوا ويفتحوا بيوت. ويمكن علشان كده تم تقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الجواز، ويمكن نتيجة الفحوصات دي
تساعد اكتر في مساله الاختيار الصحيح لشريك الحياه، لانه لازم يكون في نوع من المصارحه والمكاشفه لو في مرض ما، لو في كمان عندنا بيكون في مخاوف موجوده عند الفتاه مثلا قبل الجواز، مشاكل نفسيه لازم يتم التحدث عنها قبل الجواز علشان الناس ما تتفاجئش ببعض، يكون في نوع من انواع المصارحه والمكاشفه وانهم يقربوا من بعض اكتر ويتعرفوا على بعض اكتر، علشان ما نسمعش عن معدلات طلاق وصلت انه كل دقيقتين عندنا حاله طلاق، عندنا حوادث بتتم انه ولي امر اسره يقتل الاسره دي وينتحر بعدها، يعني مسائل كتير محتاجين ان احنا نصارح بيها بعض أكتر ونتكلم فيها أكتر. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم مع الدكتور حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية والأسرية، وأيضا الأستاذة مي الكموني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أكتر عن هذا الموضوع. برحب بحضراتكم معنا في التاسعة. نبتدي مع حضرتك يا أستاذة مي، وفي وجهة نظرك مسألة زيادة معدلات الطلاق، وزي ما كنا بنقول يمكن من السنة الأولى ده بيحصل، فإيه اللي بيحصل وليه الموضوع ده في جيلنا بقى أكتر من الأجيال اللي قبل كده، والبداية تكون إيه؟ لأنه برضو مسألة التأهيل دي مش حاجة سهلة قبولها في المجتمع، مش حاجة سهلة، وخصوصا عند الراجل إنه يقبل إنه يروح يكشف قبل الجواز، سواء إحنا بنتكلم على كشف طبي أو كشف نفسي. النقط اللي قلتيها مهمة جدا، لأنه التسرع في اختيار شريك الحياة دي من الحاجات المهمة جدا. أنا بحس أنها قصة حب وخلاص، مفيش حاجات معينة بنتكلم فيها ولا بنتناقش فيها قبل ما نتجوز، وبعدها بنتجوز بنكتشف أن احنا مختلفين تماما، بتبدأ مشكلة. في حاجات كتيرة زي ما قلتي بنكون مخبيينها، زي لو حد عنده مشكلة نفسية أو مشكلة عقلية أو أمراض، الحاجات دي لو ما كشفتش من الأول يمكن أحيانا اللي عنده المشكلة النفسية نفسه ما بيبقاش عارف بالظبط. وعلى فكرة هو مش عيب، كلنا عندنا مشاكل، بس لو أنا عرفت ده وصالحت نفسي وابتديت أشتغل عليه وشريك حياتي ابتدى يتعامل معايا على أساس ده ويساعدني ويأهلني، مش هيحصل ده أصلا، وممكن يكون ده مش مناسب لحالتي دي، فساعتها هعرف من بدري المشكلة فين. احنا مشكلة ان احنا ما عندناش الوعي ده، وفكرة ان احنا نتقبله ككالتشر او مجتمع، ده ما دي حاجة مهمة. يعني انا دايما بقول انه اصلا هو احنا مش فاهمين يعني ايه جواز، يعني الناس كلها بتتخيل انها قصة حب، لا هو الجواز اكبر من كده بكتير، لانه هي مسؤولية كبيرة. ما لو انا دلوقتي وعندي مشكلة مع شريك حياتي، المسؤوليات والضغوطات اللي بتحصل دي هتأدي لمشاكل كبيرة جدا، وهتطلع فيها حاجات ممكن ما كانتش باينة في الاول. فلازم افهم ان مسألة الجواز دي مش حاجة صغيرة ولا بسيطة، لا احنا محتاجين ندرسها ونفهمها وناخد تدريبات اصلا قبل ما نتجوز، يعني زي ما في الكنيسه بيعملوا كده قبل ما الناس بتتجوز، بيتدربوا بيفهموا بياخدوا كورس ويفهموا يعني ايه جواز ويعني ايه مسؤوليه قبل ما اخد القرار ده اصلا، لان ممكن اكون انا اصلا غير مؤهل ان انا ابقى في ده دلوقتي. طيب نروح لدكتور حسام. دكتور، من وجهه نظرك ايه الحاجه اللي تخليني اشوف انه الشخص اللي قدامي مناسب او غير مناسب للجواز؟ يمكن مي كانت بتقول انه مش مساله انه حبيت حد فشفته انه كده مناسب، في حاجات كتير مع الحب وعامل كتير واسس كتير لازم تكون موجودة. إيه هي الأسس دي؟ الانطباع الأولاني يعني جميل جدا للتعارف، كافي للتعارف فقط وليس لاختيار شريك الحياة، وليس قرار. لا، ما ينفعش القرار اللي هو الحب من أول نظرة أو الإعجاب المؤقت دوت، ده جميل جدا لإيه، لمرحلة إن أنا أعجب بالشخص إن أنا أبتدي، لكن فترة خطوبة هي مهمة جدا لدراسة شخصية وطباع ونفسية ومفاهيم الشخص الآخر، لأن دايما الخلافات اللي بنشوفها والمشاكل اللي بنشوفها بتتكرر في حاجات أسرية، لان في اختلاف على مستوى القيم، مستوى المفاهيم، مستوى الاخلاق، مستوى العادات، التقاليد، مفهوم المعنى لبعض. الماده، المعنى المعيشه، المعنى الجواز. ممكن واحد بيبقى عنده توقعات ان مراته هتبقى كذا كذا كذا، وهي متخيله كمان ان هو هيبقى كذا وكذا وكذا. يعني مثلا واحده من المشاكل الواقعيه، طب دكتور حسام، مع حضرتك عند نقطه، انت بتقول في الخطوبه يعرفوا بعض، اللي بيحصل انه في الخطوبه ما بيعرفوش بعض، كل طيب. واحد في الخطوبه طبعا بكل بيجمل. تاكيد يعني بيبين احسن ما عنده. طيب، ما هو هنا مهم قوي الوضوح، مهم يكون في شفافيه، مهم ان انا لما تبان لي المؤشرات، انا بتكلم من الواقع، مهم جدا دايما في معظم المشاكل الاسريه اللي بنشوفها ان المؤشرات بتكون باينه من البدايه. حد عنيف جدا مع كل الناس بالظبط، بس معايا انا لطيف، لان هو دلوقتي في مرحله الاعجاب والانجذاب، ولانه عايز الموضوع ينجح وبيتحكم في مشاعره عشان افضل الانطباع ده موجود عند دلوقتي. انا بفهم ان هو طبيعته ايه، طبيعته كده. طب وانا وقت ما يختلف معايا هيكون بنفس الطريقه، فدي مؤشر، ادي اشاره. حد مثلا طبيعته الاسلوب بتاعه العصبيه بتاعته شديده جدا، ما عندوش اي كنترول عليها،
فانا ابقى فاهم ان انا اعيش بالشكل ده، حد مفهومه عن الماده او عن الحياه مختلف عن مفاهيمي. مثلا ممكن انا ابقى شايف ان دي حاجه عاديه جدا، هو شايفها تبذير مبالغ فيه، فهيفضلوا طول الوقت عندهم اختلاف في قيمه المادة أو تقييمها. الناحية كمان ناحية المعتقدات والملابس والشكل والكلام ده، هو عنده مفهوم. لازم تأكد المفاهيم دي والقيم دي والأسس دي واضحة عند الاثنين. كمان في نقطة خطيرة جدا للأسف، بعض الأسر بتدفع أبنائها للجواز دفعا للتخلص من مشاكلهم. يعني لا، ما هو ما هيتجوز هيعقل، ما هي ما هتتجوز هتعقل. طب هي جاهزة وفاهمة يعني ايه جواز؟ هو جاهز وفاهم يعني ايه جواز؟ ولا الفكرة ان زي الافلام كده متخيلين ان المشهد بينتهي ان هم اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات؟ لا، تبات ونبات دي بدايه، دي مش بدايه نهاية. المشروع وبدايه المسؤوليه. هم الاول كانوا مسؤولين، كان في اسرتهم مسؤوله عنهم، فجاه بقى هم مسؤولين عن اسره وبقى في اطفال. فانا بمنتهى الوضوح يعني مثلا بنلاقي بعض الرجاله مثلا، لا طب انت هتتجوز ليه؟ اصل الاسره بتضغط عليا. طب انت عايز او سني مثلا او ان السن كذا، او هي نفس القصه، فبيخشوا بقى بيصطدموا ببعض، او في توقعات وطموحات. من أسوأ الحاجات أنا بقولها للطرفين سواء للراجل أو للبنت، بمنتهى الأمانة أقول اللي أنا أقدر أعمله بالظبط، وأقول اللي أنا أعيشه بالظبط، لأن بمنتهى البساطة كل توقع موجود. أنت بتديه اللي قدامك هو هيحاسبك عليه قدام، وبالنسبة له ده خداع، فهتصطدمه فهتخسر. أصل دي مش رحلة، دي مدى الحياة، دي مش أنا بقول لهم يقعدوا مع بعض قاعدة فيها كل البانز أو كل الحاجات اللي هنتكلم فيها، التربية، المصاريف، طريقة التفكير، في كل حاجة نبدأ نتناقش فيها من الأول، ونقول ده وجهة نظري وده طريقتي وده اللي بيبسطني وده اللي أنا بحب أعمله، ودي شخصيتي ودي معاملتي لأهلي، وقد إيه ده مهم، وصحابي فين وشغلي إيه. لأن الحاجات دي والأهم نقاط الاختلاف، إحنا مختلفين في إيه كل واحد، وثقافة الاختلاف كمان. يمكن يا دكتور مسألة الاختلاف، وفي الآخر راجل وست أكيد الفكر مختلف، لكن المهم أنه لما نختلف نعرف إزاي نختلف. إزاي نختلف صح؟ يعني على فكرة هو الخناق ده مش حاجة غلط، يعني أنا أختلف مع اللي قدامي هي مش حاجة غلط، هو حاجة صحية، لأن أنا بطلع كل حاجة جوايا وبشرح أنا شايف إيه أو إيه اللي مضايقني أو أنا عايز إيه، لأن كل واحد ليه احتياجات وكل واحد ليه حاجات بتضايقه، كل واحد مختلف عن التاني. بس هي الفكرة إزاي أتناقش وإمتى، لأنه أنا ممكن أختار وقت غلط، وممكن الأبروتش بتاعي أو الطريقة بتاعتي تكون هجومية وممكن تكون غلط، فأنا خسرت كل حاجة وفي الآخر بقت خناقة وشلنا من بعض، مع إن كان ممكن تبقى قعدة صفا وحلينا مشكله، او عرفنا ان احنا مختلفين ومش شايفين كده. خناقات الجواز بتؤدي في الاخر للطلاق كمان، يعني فتره الخطوبه فرصه، فتره الخطوبه فرصه ان انا اكتشف اللي قدامي خناقاته لحد فين، ورد فعله لحد فين، ومرونته لحد فين، صح، عشان اقدر اكمل. وزي ما حضرتك قلت، هو ردود فعله مع الناس دي مهمه جدا، لان احنا كتير قوي بنركز مع نفسنا، ما بنشوفش هو بيتعامل مع اهله ازاي، مع الناس اللي بتشتغل عنده ازاي، مع الناس اللي حواليه ازاي، مع صحابه. الحاجات دي هي بتبين انه مش هيقدر يتحكم في مشاعره طول الوقت. الانسان سيستم واحد، الانسان منظومه واحده. لو انا عندي رحمه بمخلوقات ربنا وبالناس كلها، فانا هكون رحيم بالطرف الاخر. لو انا ما عنديش مبدا الرحمه ده، ولا انا بخاف من ان انا اذي حد، مش هيبقى عندي المبدا ده في كله، مش هينفع افضل اغير السيستم كل شويه. طيب لو احنا بنتكلم على تاهيل، فالتاهيل بيبتدي من جوه البيوت. نبدا معاكي مي، شايفه واجب البيوت ايه؟ واجب الاسر المصريه ايه؟ التربيه بقى دي مهمه جدا، يعملوا ايه؟ ما هو دلوقتي كل الناس بتقول ربوا ولادكم كويس، انتوا شايفين اللي بيحصل، شايفين ارتفاع نسب الطلاق، شايفة الأب والأم مطلوب منهم إيه جوه البيوت؟ إحنا للأسف يعني مصريين بيعاملوا الراجل أو الولد أو الطفل الميل يعني بطريقة غلط. دايماً بيبقى دايماً الولد معتمد على مامته، معتمد أنها بتعمله كل حاجة، ودي مشكلة كبيرة جداً، لأنه متوقع أن هو ده اللي بيتعمل في البيت، ده من مراته، مع أن الراجل ده هو أصلاً السند، هو اللي المفروض يشيل مامته. على فكرة إحنا عندنا منظور غلط، الولد هو اللي بيدلع وأخته هو اللي بتعمله ومامته بتعمله. مفاجأة بقى الاثنين دلوقتي، الاثنين الاثنين احنا بندلع الاثنين، انتوا ما بتعملوش حاجه، وفجاه هيبقوا جاهزين قبل الجواز بشهرين. هي هتتعلم كل حاجه في البيت، وهو هيتعامل كل حاجه في المسؤوليات، وفجاه بيتشغلوا في الفرح، فبيخشوا اثنين بيبيز. يعني دكتور حسام، حضرتك شايف انه ده فرق الاجيال دلوقتي عن فرق الاجيال اللي قبل كده؟ أيوة، في التربيه، انه مساله ان الاهالي بقت بتجتهد انها توفر كل شيء، فلما بيتجوزوا تحملوا اعباء اقتصاديه، يعني الست ما كانتش بتشتغل على فكره برضه، يعني ازاي يتعاملوا مع مشاكلهم، يمكن ده الفارق. الاسر زمان كانت كله بيشارك، العيله بتبقى كبيره، كله بيتفاعل وكل واحد ليه دور، كان في وقت برضه. دلوقتي احنا حاطينهم
يعني كانهم معلبات، هم جاهزين ان هم بس يتفرجوا على التي في ويلعبوا الجيمز ويقعدوا على الانترنت ويعملوا كذا ويتعلموا، خلاص هم اتعلموا ايه، خلاص قرا وكتب وحفظ. طب هو جاهز للشغل، هو جاهز للمسؤوليه، هي جاهزه للبيت، هي فاهمه الحياه، هي فاهمه عينيه مشاركه. مفيش تاهيل نفسي لده، بمنتهى البساطه حلها بسيط جدا، اعودهم ان يعيشوا مسؤوليات وتفاصيل بيتنا عشان هم هيكون عندهم بيت تاني يديروه بنفس الطريقه. لو انا شاركتهم في الاداره دي ودربتهم ان هم مسؤولين، لو ربيت الطفل بتاعي ان هو طول عمره ان هو صغير وعيل وغير مسؤول، هيطلع راجل كبير عيل غير مسؤول، او بنت كبيره عيل غير مسؤوله. في واحده قالتها لي بجد كده، ده طول الوقت في الشغل مش المفروض طول الوقت يبقى يفسحني؟ هي عايزه طول الوقت كده. وهو نفس القصه الطرف الثاني، هو مستني منها توقعات خياليه. لا هو من الناحيه الثانيه برضه بيروح الشغل وبعدين يخرج مع اصحابه، فهي شايفه انه لازم يكون ليها وقت. هي مساله انه الثقافه، وتعرف ايه مسؤولياتك، تحدد مسؤولياتك، ولما يكون عندك مشاكل ازاي تتعامل معاها، هو ده اللي بيفرق ما بين الطرفين. ما انت شايفه انه البنات مشاكلهم ايه اكتر حاجه بتسمعيها منهم اسبابهم للطلاق؟ بصي دايما بيبقى الكوميونيكيشن او التواصل فيه مشكله، طريقه الصرف المختلفه دي من ضمن الحاجات اللي بيتصدموا فيها. يعني في ستات كتيره جدا بتيجي تقول انا بتكسف اطلب منه فلوس وهو ما بيدينيش، احنا ما اتفقنا. طب انتوا متفقين على ايه؟ طب انا عايزه ادخل ولادي كذا ومصاريفي بالطريقه الفلانيه، احنا ما اتكلمناش في اي حاجه. يعني ما دي لوحدها مشكله كبيره، ان احنا ما اتناقشناش فايه توقعاتك منه. ما تقدريش تلوميه لان انا ما اتفقتش معاكي على حاجه. صحيح. فبتبدا هي تصرف وهو ما بيعلقش، بس هي ما طلبتش. الست برضو بطلت تطلب، بطلت تتعود لانه بدات تشتغل وعندها حياتها، فخلاص الراجل معتمد ما انت بتشتغلي. فالصرف من ضمن الحاجات اللي فيها مشكله كبيره جدا. اختلافات التربيه، يعني هي عايزه تربي بطريقه وعايزه يربي بطريقه، ودي بتعمل خلاف جامد جدا لانه كمان قدام الولاد. بالظبط، قدام الولاد، وبتعمل صراعات نفسيه وهي في نفس الوقت عايزه تثبت انها صح وعايزه تثبت انها صح. والعطاء بقى او الوقت هم لبعض، دي مشكله كبيره. هي بقت على طول شايفه ان انا اللي بعمل كل حاجه ومفيش وقت ليا، وهو نفس الحكايه شايف انه ده دورك. طيب دكتور حضرتك شايف ايه بقى مساله انه الستات والمقولات الموروثه بتاعت بحيل القطه، والرجاله بيبقى داخل الجوازه من الاول عايز يفرض عضلاته ويمشي رايه؟ النتيجة بيكون أنا خلافات غريبة. يعني هي شراكة بين الطرفين، هي مسؤولية مشتركة بين الطرفين، هي بداية تأسيس أسرة وحياة إحنا الاتنين بنتشارك فيها، كل واحد على قد إمكانياته على قد قدراته. ومهم قوي ده يبقى باين من الأول. الناس فاكرة أن الجواز بيحصل تلقائي، أول ما نتجوز هنعمل زي بابا وماما ونمشي الحياة والحياة تمشي سهلة. لا، الجواز هو مسؤولية إحنا بنتشارك فيها، انا اقدر اساعد بيه. هو ليه بيبقوا لطاف قوي وقت الخطوبه، بس كمان الحياه دلوقتي اكثر تعقيدا في يعني مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الموضوع بقى مش زي زمان معرضين لحاجات ما كانتش على فكره. زي ما انا دلوقتي لو قدمت على شغل ورايحه اشتغل ومحدش قال لي اعملي اي حاجه، انا دخلت الشركه كده ولقيت ان انا هشتغل، مفيش كلام ده كده. لازم تقام بتشتغلي في جوب ديسكريبشن، بتعرفي انت ايه دورك في المكان ده، مواعيدك من ايه لايه، مش كل ده اتفاقات؟ هل ده قلل منهم او مني ولا بالعكس سهل عليا؟ نفس الحكايه. طيب احنا محتاجين من وجهه نظرك مين المؤهل انه يقوم على مساله مراكز التاهيل والتثقيف والتوعيه للمقبلين على الجواز؟ ويمكن ده بيتم من قبل وزاره التضامن الاجتماعي، من قبل الازهر الشريف، شفنا تحركات كتير في هذا. اخصائيين نفسيين او اخصائيين استشارات علاقات زوجيه واسريه هم اللي شافوا ده وعاشوا ده وقادرين يحللوا او يقيموا ده. وده بيحصل بره مصر على فكره بالمناسبه. بالظبط، والدين ليه دور على فكره في ده. فيعني دي حاجه مشتركه. لازم الشخص يدور، ده متاح. الشخص بقى الزوج والزوجه بيدوروا على ده، في ناس بتدور على ده، في ناس بتكابر ما بنشوفهمش غير والموضوع بيطلق. بينتهي او صحيح. الموضوع انتهى. شفت واحده يعني بيروح لاستشاري العلاقات الزوجيه ده وخلاص والناس بتتطلق تقريبا. وفي بيروحوا بعد الطلاق، هي انهارت اتجوزت وخرجت من الجواز، طلقت بعد سنتين، اتعقدت من الجواز، هو اتعقد من الجواز، هي جايه بتسال هو ده حصل ليه؟ انا ايه مشكلتي؟ طب ليه يا جماعه ما نلحقش بدري شويه؟ الناس بقى اللي بتلحق بدري شويه بتلاقي بيحصل تغير كبير جدا وبتفرحي ان هم فعلا حياتهم اختلفت وبيقدروا ان هم يعيشوا بشكل كويس. لكن المشكله نصايح المقربين، نصايح المقربين فيها وجهات نظر شخصيه او الاصدقاء. ما هو ماشي، مش دايما الاصدقاء بيحصل صح. ايه وجهات نظر نظريه خارجيه وانحيازات غصب عنك. صحيح، بدون تحليل بدون دراسه.
زي ما بنشوف مثلا ناس بتسالنا على السوشيال ميديا بيقول لك راس الموضوع. ايوه المشكله والناس فين؟ والناس بتدخل تسال بعض على بيردوا على بعض بناء على ايه؟ على حاله انا عشتها مثلا؟ ما ينفعش اقيم انا برد كده، ما ينفعش اقيم لما اعرف التفاصيل. صحيح. فليه؟ لان كل تفاصيل مختلفه، يعني ايه المفهوم الموضوع، يعني ايه المشكله، اسبابها ايه، جذورها ايه. واوقات كتير جدا مشاكل كان الزوجين بيبقوا متخيلين ان هي ملهاش حل وفعلا بتتحل، وبالعكس بيرجعوا احسن لان اضطروا ان هم يفهموا كل حاجه. يمكن كمان حالات كتير طلاق رجعوا لبعض بعد مساله اللجوء لحد متخصص سواء كان استشاري نفسي. على فكره في ناس بتيجي بمشاكل بسيطه جدا وبيطلقوا، وفي ناس بتيجي بمشاكل كبيره جدا وبيكملوا بتتحل. صحيح. لأن هو احنا بس بينقصنا يمكن مساله الوعي بتحديات الجواز، لانه يمكن الجواز من اسمى العلاقات الانسانيه لكن هي كمان من اكثرها تعقيدا. الموضوع محتاج كلام كتير ووقت اكتر، لانك مسؤول عن اسره وعن جيل كامل طالع. صحيح. لان دلوقتي 200 الف اسره بتتفكك سنويا، يعني مليون كل جيل سليم نفسيا كمان، ودي نقطه غايه في الاهميه انه الاسر دي تخرج جيل سليم نفسيا، لانه ده هياثر على المجتمع سواء بالسلب او بالايجاب لو كان هذا الجيل سليم نفسيا. وده اللي احنا طبعا بنتمناه. دكتور حسام علي صالح استشاري التنميه البشريه والاسريه بنشكرك شكرا جزيلا. استاذه مايل كموني استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه بنشكرك على وجودك معنا. مشاهدينا كده خلصت مع حضراتكم التاسعه النهارده، دمتم بخير.